دكتور، احنا بنتكلم النهارده عن الانتماء، عايزك تحكي لي او توصف للناس انتمائك واحساسك وشعورك بالانتماء للدوله المصريه والوطن، وانت يعني اكاديمي مصري ومحكوم عليك بالاعدام، وحتى كانوا بيلاحقوك في امريكا وحاولوا الاضرار بيك، وبالفعل يعني تم توقيفك لفتره معينه. هل كل ده اثر على انتمائك لمصر ولا ليك كلام تاني؟ طيب، في البداية المناهضين للانقلاب العسكري والناس اللي ضد الانقلاب العسكري في أي دولة في العالم بتحاول بشتى الطرق إن هي بتدافع عن قيمة الدولة المصرية وعن الحريات في مصر وعن المعتقلين، دائما بيتهمهم الإعلام المصري وبيتهمهم بعض الناس الموالين للنظام في مصر إن هم ما عندهمش وطنية وإن هم خونة وإن هم بيبيعوا بلدهم وهكذا، وده اللي بيحاولوا يروجوه للناس وبيحاولوا يصدروه عن طريق اعلامهم، ان الناس اللي موجوده في امريكا مثلا لما السيسي بيجي امريكا وهو جاي بعد ايام، دول بيحاولوا يشوهوا صوره الدوله المصريه وبيتظاهروا ضده وهكذا. الناس اللي موجوده في فرنسا مثلا ولا في انجلترا بيعملوا مظاهرات ضد الاحداث اللي بتحصل في مصر، فبيقعدوا يقولوا ان النظام المصري او الناس دي بتحاول تشوه صوره الدوله المصريه، ولكن في الحقيقه ان الناس دي بيبقى عندها وطنيه، والناس دي فعلا خايفة على الدولة المصرية، والناس دي بالرغم ان معظمها يعني تم طرده من مصر بطريقة او باخرى، تم فصله من عمله، تم وضعه على قوائم ارهابية، ولكن الناس دي اكتر ناس بتحب مصر. والله يعني انا هقول لحضرتك حاجة صغيرة بس، طالما حضرتك بتتكلم على الوطنية تبين لك، انا في امريكا هنا كنت بتفرج على ماتش مصر واوغندا اللي مصر صعدت فيه الكاس العالم مع مجموعه مصريين كلهم مطاردين من مصر حوالي 6 أو 7، وما تتخيلش بعد ما محمد صلاح جاب الجول الاخير الناس عملت ايه. ده لو يبين شيء يبين مدى الوطنيه اللي عند الناس، ازاي بيحبوا دوله مصر. لكن اختلافهم مع النظام المجرم، اختلافهم مع السفاح اللي موجود في مصر، اختلافهم مع الحكومه اللي موجوده دلوقتي، ده لا يعني يبين او لا يفسر بطريقه او باخرى ان الناس دي ما بتحبش مصر او ضد الدولة المصرية أو ما عندهاش وطنية. وأنا بشوف هنا حتى في الجامعات وفي المدارس الناس اللي بتشتغل هنا وبيجي اسم مصر، الناس بتبقى عندها ولاء رهيب لمصر. طيب ده بالرغم من أنك اتحكم عليك بالإعدام في مصر وفصلت من عملك كأستاذ في الجامعة، واستقبلتك أمريكا واستقبلتك الجامعات الأمريكية للتدريس فيها؟ والله ولو بعد 100 سنة يعني، وحتى لو الحكومة في مصر حطتني على أو يعني زودت الوضع اللي بتحطه او الضغوط اللي عليا، وحتى لو خدوا مني الجنسيه المصريه كاوراق الولاء لدوله مصر والولاء لبلدي ووطني هيبقى طول عمره موجود فيا. وانا اقول لحضرتك، انا فتره كان عندي مشاكل في امريكا زي ما حضرتك كلها كتبت، وكان ماتش مصر بتلعب في كاس العالم كنت بتفرج عليه وانا في الاحتجاز. مش عايز اقول لك يعني، انا كان قاب قوسين وادنى يرحلوني مصر وينفذوا فيها حكم الاعدام لو كان السفاره نجحت في الضغوط اللي هي بتعملها وبعض الناس اللي هنا المؤيده للانقلاب. ولكن الحمد لله طبعا القضاء الامريكي قضاء نزيه ومحدش بياثر عليه ولا بيخاف من اي حاجه. وعايز اقول لحضرتك ان انا كنت بتفرج على ماتش مصر في كاس العالم وبقوم انط ويعني عندي ولاء وحب البلدي رهيب فوق ما تتخيله. هو الجميل في الموضوع زي الولاء كده ان انت كان عندك القدره تتفرج على الماتش وانت محبوس يعني.